فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن حبسني حابس فنحل حيث حبسني؟ الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الأحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج. ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم.